أيضا للمزيد من المتابعة حول أعمال القمة العربية في دورتها 33 بالعاصمة البحرينية المنامة، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، القمة العربية دورة استثنائية بتفرض الأحداث بالطبع نفسها على الساحة العربية، وهذا ليس بالجديد فيما يخص التحديات العربية والشواغل المختلفة، لكن ماذا عن الواقع والمأمول من هذه الدورة؟ هو طبعا هذه الدورة 33 للقمة العربية على مستوى القادة هي تأتي في ظروف استثنائية وظروف دقيقة تمر بها المنطقة، خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعمليات الإبادة الجماعية وإمعان إسرائيل في استمرارها واستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني دون وازع من ضمير ودون وازع أخلاقي، على الرغم من الانتقادات الدولية الواسعة التي وجهت إلى الإدارة الإسرائيلية، لكن ما زالت ممعنة في تحديها للقرارات الدولية وقرارات الشرعية الدولية وقانون الحرب الأخلاقي الذي يعني أصبحت إسرائيل الآن تعد من الدول المارقة في هذا الإطار. نعم. طبعا جدول أعمال القمة على مستوى القادة سيتضمن العديد من البنود، لعل أبرز البنود والبند الأول سيكون القضية الفلسطينية ومستجدات الصراع العربي الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وطبعا ده هيناقش التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية وتطورات تفعيل يعني مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بضرورة التدخل حتى يتوقف الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إلى جانب دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على وطنه وعلى أرضه. طبعا البنود الأخرى ستتضمن العديد من القضايا التي ستبحثها القمة طبعا، والقضايا التي تهم دول المنطقة وعلى رأسها طبعا القضايا في السودان وفي ليبيا وفي العراق وسوريا واليمن وغيرها، وطبعا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واستمرار هذه الاعتداءات، إلى جانب طبعا العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، طبعا إلى جانب مواضيع أخرى تختص بتغير المناخ واستراتيجية حقوق الإنسان والاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب، وطبعا موضوع الأمن القومي العربي والتدخل الإسرائيلي على رفح سيكون أيضا من الموضوعات المهمة لخطورته على الأمن العربي، الأمن القومي العربي بمجمله. نعم، برأيك أستاذ صلاح، كيف تشكل هذه المواقف العربية المجمعة ورقة ضغط واضحة بمواقف موحدة أمام المجتمع الدولي لنصرة القضية الفلسطينية، ومن ثم اتباع بقية الدول سواء الغربية لهذا النهج أو توقف إسرائيل عما تقوم به من ممارسات تعسفية بحق الشعب الفلسطيني؟ طبعا القضية الأبرز في هذه القمة وعلى أجندة هذه القمة كما ذكرت القضية الفلسطينية، إلى جانب طبعا أنه أجندة القمة مثقلة ومحملة بالعديد من القضايا التي تشكل تحديات خطيرة في هذا التوقيت، لأنه كما تعلمين وعلم السادة المشاهدين أنه جامعة الدول العربية أنشئت في ظرف دقيق للغاية عندما عقبت إنشاء الجامعة العربية الحرب العالمية الثانية، كانت الظروف في ذلك الوقت ظروف حادة وظروف تؤثر على العالم بأسره ومنها بطبيعة الحال المنطقة العربية، فكان من الضروري في ظل يعني وجود تكتلات دولية وإقليمية أن يتم تشكيل يعني جامعة تضم الدول العربية لتعبر صراحة عن مصالح الدول العربية. الآن المعترك أكثر خطورة من السابق، يعني ما تمر به المنطقة العربية والتحديات والخطر الجسيم الذي يحدث بالأمن القومي العربي بمجمله أصبح يستلزم من جميع الدول العربية أن تتكتل وأن يكون لها صوت واحد مسموع حتى يكون هناك ضغط على المجتمع الدولي حتى يستمع للصوت العربي وحتى تكون القضايا العربية على أجندة أولويات العالم في هذه المرحلة تحديدا، خاصة وأن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المنطقة العربية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني بالأخص
يعرض أو هذه القضية للتصفية بشكل أو بآخر، والأمر الذي يعني عارضته مصر ووقفت أمامه كحائط صد ومنعت حدوثه حتى الآن. فأصبح لزاما على الدول العربية أن تدعم موقف مصر وأن يكون هناك موقف موحد تجاه ما يتم تخطيطه لإنهاء القضية الفلسطينية، ويجب الحديث عن حل الدولتين وحل وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته وحقوقه المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية ووفقا للقانون الدولي. فأصبح الآن أمام جامعة الدول العربية يعني معترك كبير وخطورة تشكل هاجس يجب أن يشغل كل العرب في هذه المرحلة الدقيقة، خاصة وأن هناك الكثير من المشاغل التي أصبحت تثقل كاهل المواطن العربي الذي أصبح يواجه العديد من التحديات في معظم أقطار العالم. ماذا لو لم تحل القضية الفلسطينية؟ ماذا لو لم تتراجع إسرائيل عن هذه الممارسات وهذه الضغوط المختلفة على الشعب الفلسطيني، وهي التحذيرات التي حملتها المواقف المصرية من سابق؟ هو طبعا ده يشكل خطر كبير بالنسبة لقضية الأمن العربي بمجمله، يعني كما شاهدنا أن هناك العديد من التفاعلات الإقليمية والتفاعلات الدولية التي تتدخل الآن والتي أصبحت يعني تحاول أن تتدخل في هذه القضية وتوظفها لمصلحتها بما يعود بالضرر على الأمن العربي كله بمجمله. وشاهدنا أن الخطر الآن وصل إلى البحر الأحمر، ووصلت الخطورة الآن إلى بعض المناطق خارج الإقليم، وأصبح هناك أطراف إقليمية تحاول أن تستفيد مما يجري على الواقع الفلسطيني وتحاول أن توظفه لمصلحتها بعيدا عن مصالح الشعب الفلسطيني وبعيدا عن المصالح العربية. فأصبح لزاما الآن على المجتمع العربي وعلى جامعة الدول العربية التي تمثل كل الدول العربية أن يكون هناك صوت موحد وأن يكون هناك رؤية موحدة لما يحدث بهذه المنطقة وتربص بها، خاصة وأن هناك الكثير من التحديات التي تواجه هذه المنطقة. أصبحنا الآن منذ عام 2011 تحديدا هناك مخاطر حقيقية تعرض الأمن العربي كله للخطر، وأصبح الآن هناك الكثير من بؤر عدم الاستقرار وبؤر التوتر تشهدها العديد من الأقطار العربية وليست خافية على أحد. فأصبحت القضية الفلسطينية الآن هي محور الصراع، وإذا لم يتم حل هذه القضية حلا يحقق العدالة للشعب الفلسطيني أعتقد أنه الأمن العربي كله سيكون أمام تحديات خطيرة وأمام بالفعل يعني مستقبل يهدد معظم الدول المحيطة بهذه القضية تحديدا، إلى جانب أنه انتقال بؤر الصراع إلى بعض المناطق الأخرى من شأنه أن يهدد بعدم الاستقرار وإحداث التوتر فيها، ويعني لن يعم السلام بسهولة. نعم، ربما طالت الخطورة المجتمعات الغربية المختلفة وأصبح هناك رأي شعبي بداخلها أو طيار يعارض أنظمته فيما يخص القضية الفلسطينية، خير شاهد ما قام به الطلبة في الجامعات الأمريكية والأوروبية. بطبيعة الحال يعني أنا طبعا أضم صوتي إلى صوت حضرتك أن هناك بالفعل الآن استشعار لخطورة ما يجري، يعني عندما يعني نتحدث عن هجرة غير شرعية ومخاطر إرهاب وغيرها من المخاطر التي لن يعني ينجو منها أي طرف أو أي دولة، لن تنجو من المخاطر التي قد تعم العالم بأسره بعيدا يعني كما يعني ذكرتي أنه حتى الحرب الروسية الأوكرانية انعكست سلبا على معظم اقتصادات العالم، وشاهدنا أنه بعد أزمة كورونا تعرض العالم كله لأزمة غذائية بسبب ما يجري في بين روسيا وأوكرانيا. فالآن هناك بؤرة عدم استقرار وبؤرة توتر يشهدها محيطنا العربي ستنعكس على العالم بأسره، إذا لم يتدخل العالم ويتدخل مجلس الأمن الدولي لحلها بطبيعة الحال قد يعني يتعرض وتتعرض دول أوروبا والدول الغربية التي يعني تظن أنها بعيدة عن هذا الصراع، لكن هي الآن أصبحت طرفا رئيسيا، وما يجري وما نشاهده من مظاهرات ويعني أولا اعتصامات داخل الجامعات الأمريكية والجامعات الغربية أعتقد أنه خير شاهد على ذلك أنه الآن أصبح العالم يشاهد يعني ما يجري على مدار الساعة، والفضائيات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أصبحت الآن تنقل ما يجري، وأصبح العالم يعني متداخل في هذه الأزمة، وبطبيعة الحال عدم الاستقرار سينعكس على العالم بأزمة. نعم، السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة،
الشق الاقتصادي وهو حاضر أيضا بوضوح في هذه الدورة للقمة العربية الـ33، وماذا عن التكامل الاقتصادي؟ متى يتحقق التكامل الاقتصادي بالنسب والشكل المطلوب بين الدول العربية؟ هو طبعا الملف الاقتصادي من الملفات المهمة التي ستشهدها أو ستعرض على القمة، لأنه طبعا هناك تحديات اقتصادية كبيرة تهدد العالم، وهناك أزمات بالفعل برزت بعد أزمة كورونا تحديدا، وأصبح العالم أمام مسار يجب أن يتعاون فيه بأسره، والعالم العربي لديه من الإمكانات ولديه من المقدرات ما يمكن أن يعني إذا ما تكاملت الدول العربية كما كان يعني مشروعا من قبل أمام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأمام المجلس الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من الآليات التي يعني تضمها الجماعة العربية، إلى جانب أن هناك العديد من الاستراتيجيات التنموية التي يجب أن تفعل حتى نتجنب مخاطر الجوع والفقر في العديد من الدول، خاصة تلك الدول التي تشهد توترات وعدم استقرار. وبطبيعة الحال هذا الجزء يعني معني به المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأعتقد أنه تمت مناقشة كل هذه المسائل الاقتصادية، وهناك جهود عربية بذلت، وهناك كانت آمال عريضة لتحقيق السوق العربية المشتركة، والهدف منها كان تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فأعتقد أن هذه القمة ستشهد العديد من القضايا الاقتصادية ومناقشة عملية التبادل التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتحقيق التكامل العربي في مجالات الأمن الغذائي والاقتصادي وتفعيل العمل التنموي بين الدول العربية بعضها البعض. فأعتقد أن هناك الكثير من أوجه التعاون، وهناك بالفعل مقدرات يجب أن تتكامل الاقتصادات العربية حتى تعود بالنفع على إحداث التنمية في البلدان العربية، وبما يعود بالنفع على المواطن العربي الذي أصبح الآن يحتاج بالفعل إلى التنسيق العربي المشترك في هذا المجال أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن الدول العربية يعني معظمها عانى من عدم استقرار في أعقاب يعني العمليات التي شهدتها الثورات العربية في 2011 وما عقبها من مظاهر عدم توتر. أعتقد أن العالم العربي وجماعة الدول العربية معنية الآن بتفعيل ملف الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية حتى يعني يعيد الاقتصاد العربي يعني توازنه ويعود إليه، نعم، ونحقق بالفعل مصالح الدول العربية مشتركة في هذا المجال. نعم، ماذا عن المرأة العربية والشباب العربي وقضايا التمكين لهذه الفئة تحديدا؟ طبعا القضايا الأخرى التي تهم الدول العربية زي ما حضرتك أشرت، قضايا المرأة والشباب، لأن الشباب قوة بالنسبة للعالم العربي بأسره، أصبحت المرأة العربية الآن محور يعني حديث معظم بلدان العالم وليس فقط البلدان العربية، لأنها بالفعل استطاعت أن تحقق تقدم خلال السنوات الماضية، خاصة في الدول التي حصلت فيها المرأة العربية على معظم حقوقها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب طبعا أنه إعلاء مصلحة الأمة العربية يكمن في توفير الفرص أمام الشباب وتمكين الشباب وتمكين المرأة العربية من حصولها على كافة حقوقها، خاصة وأن المجتمعات العربية هي مجتمعات شابة بطبيعتها، أكثر من 60% من حجم قوتها البشرية هي قوة شابة، والمرأة تحتل نصيبا وافرا، وأصبحت الآن يعني تتمتع بحقوق سياسية وحقوق، أصبحت المرأة الآن في معظم البلدان العربية تمثل يعني تحتل كوزيرة وكسفيرة وتمثل بلادها في معظم المحافل الدولية، وشاهدنا أن التي مثلت مصر أمام محكمة العدل الدولية كانت امرأة، وهناك أكثر من 6 وزيرات في الحكومة، إلى جانب أنه مصر يعني أخذت يعني خطوة واسعة في هذا المجال ومكنت المرأة أن تحصل على حقوقها في هذا المسار، إلى جانب أنه الشباب العربي والشباب في مصر أصبح الآن يعني يحسب له حساب، إلى جانب أنه أصبح الآن يمتلك من وسائل القوة وأصبح عنصرا مهما في الوطن في أوطانه. فالشباب هو محور رئيسي من المحاور التي ستناقشها القمة العربية إلى جانب قضايا المرأة بطبيعة. نعم، ملفات الطاقة والتغير المناخي وأيضا التحول إلى الاقتصاد الأخضر أيضا من القضايا التي ستطرح على هذه القمة في دورتها
و30. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.